السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب المستوى الثالث في دكتوراه مهني في إدارة الأعمال، تخصص الموارد البشرية، أهلا بكم في محاضرات مادة الأساليب الحديثة في التدريب والتنمية الإدارية، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن المحاضرة رقم 6 أونلاين، وما زلنا بنتكلم عن نموذج AID أو ADDIE في تصميم الاحتياجات التدريبية، وهنتكلم عن مرحلة التحليل اللي هي كانت أول مرحلة بصورة أكثر تفصيلا، اتكلمنا عنها بصورة مجملة قبل كده، هنتكلم عنها شوية بالتفصيل، ومحتاجين نعرف في مرحلة التحليل احنا قلنا ان ديت من اهم المراحل، لان التحديد الخاطئ للاحتياجات التدريبية او التحديد الخاطئ للمشكلة ده هيفقد برنامج التدريب كله فعاليته، ولن يحقق الاهداف ولن يعالج مشكلات الاداء المؤسسي، لان في مرحلة التحليل ما تمش تحديد الاحتياجات التدريبية بالصورة السليمة. زي ما انتم شايفين قدامكم من الرسمة ديت، في عندنا desired organizational results. desired يعني ايه؟ وش او الشركه عايزه تحقق النتائج دي المستهدفه. الاكشوال اورجانيزيشن ريزلتس دي الاداء الايه الفعلي، او دي النتائج الفعليه، لابد وحتما يكون في بينهم فجوه. طب اذا ما كانش في بينهم فجوه، اذا ما فيش حاجه للبرنامج التدريبي ولا غيره، احنا كده زي الفل ما عندناش مشكله، اللي احنا عايزينه بنحققه. الديزايرد اورجانيزيشن ريزلتس والاكشوال اورجانيزيشن ريزلتس غالبا في بيرفورمانس جاب. طيب الـ Desired Organization Results ديت في Desired Employee Performance، ما هو لو الـ Performance أو الأداء المستهدف أو الأداء المرغوب فيه بتاع العاملين زي ما أنا عايز، كنت حققت الأهداف اللي أنا إيه عايز. كذلك من الناحية التانية الـ Actual Organization Results هيديني Actual Employee Performance، في أداء للعاملين منخفض، إذا الأداء المنخفض إداني نتائج غير مرغوب فيه، واللي أنا عايزه عايز أرفع الأداء العاملين عشان احقق النتائج اللي انا عايزها، فبالمقارنه بين الاثنين لازم وحتما ولا بد هيكون في فجوه. ده طالما عندك مشكله، لو مفيش فجوه مش هيبقى في مشكله، وبناء عليه مفيش حاجه للبرنامج الايه؟ التدريب. الفجوه بين الاثنين او المقارنه اللي هي اللي في النص دي اللي هي البرفورمانس جاب، تديني الايه؟ اللي هي البرفورمانس كونسلتنج نيد اسسمنت، تديني الاحتياجات بقى او هبدا احدد الايه؟ المشكله بتاعتي فين؟ او عايز اعمل ايه؟ طيب زي ما قلت المره اللي فاتت، خلي بالك التدريب مش الحل السحري لكل المشاكل، لا، في نون تريننج اكشنز وفي تريننج اكشنز، في مشاكل يمكن معالجتها بالتدريب وهناك مشاكل لا يمكن معالجتها بالتدريب. انا بقى يهمني في الجزء بتاعي في ماده التدريب، او انا كراجل بتاع تدريب يهمني الجزء الاول ده اللي هو تريننج اكشنز، الانشطه الايه التدريبيه. وتعتبر هذه الفجوة التي ما بين الوضع المأمول والوضع الحالي ما يسمى بالاحتياجات الايه التدريبية، هتعبر عن الاحتياجات التدريبية. طب ايه هي الاحتياجات التدريبية؟ هي مجموعة التغيرات المطلوب احداثها في الفرد والمتعلقة بمعارفه ومهاراته واتجاهاته وخبراته وسلوكه، كل شيء عشان اعمل ايه؟ عشان ارفع ادائه من الاكشوال بيرفورمانس الاداء الحالي اللي هو منخفض اللي هو مش عاجبني، للديزايرد بيرفورمانس اللي هو الاداء المرغوب فيه او اللي انا عايز ايه يوصل. وبالتالي عاده ما يتم تقدير الاحتياجات التدريبيه على خطوتين. الخطوه الاولى هي تقييم المستوى الحالي لمعارف ومهارات الافراد. الخطوه الثانيه هي تحديد المهارات والمعارف والاتجاهات التي يحتاجها الافراد لاداء وظائفهم وواجباتهم على الوجه المامول للوصول اليه. طبعا الكلام ده كله ايه طبيعي وبيؤدي لبعضه، لان انا قارنت بين الاثنين لقيت فجوه، ببدا اقيم مستوى الافراد الحالي اللي هم عايزين يوصلوا له، بناء عليه ابدا اشوف هم محتاجين ايه. الخطوات بقى، وعموما توضع النقاط الآتية تسلسل خطوات تحديد الاحتياجات التدريبية. أول حاجة بجمع المعلومات والبيانات، هجمعها منين؟ وعن إيه؟ هجمعها من الشركة، إزاي؟ هقول لك دلوقتي إيه طرق تجميع الأدوات والبيانات والمعلومات. طبعًا إيه؟ عن حاجتين، عن الأداء الحالي وعن الأداء المستقبلي أو الديزاير. عن أدائهم دلوقتي لازم أعرف بالظبط بمنتهى الموضوعية، بمنتهى الحيادية الأكشوال بيرفورمانس أو الأداء الحالي. رقم اتنين أعرف اللي انا عايز اوصل له او الاداء المرغوب فيه عشان ابدا احدد الايه الفجوه. بعد كده لما بتجمع البيانات دي بتبدا تعمل تحليل البيانات وتحديد مشاكل الاداء الوظيفي. خلاص، تحدد الكلام ده ازاي؟
البيانات اللي انت جمعتها ديت كده لا تؤدي معنى من غير ما تنظمها وترتبها وتشتغل عليها وتصنفها كده مع بعضها عشان تحدد الفجوه بين الحالي والمرغوب، تبدا تحدد مشاكل اداء الايه الوظيفي. بعد كده لازم تميز بين مشاكل تعالج بالتدريب ومشاكل لا تعالج بالتدريب. يعني عندك المشكله في الاداء، عندك مكنه نقص، عندك مكنه عطلانه، تقول لي هعمل برنامج تدريبي. ايه علاقه البرنامج التدريبي بانك عندك مثلا اولد فاشن تكنولوجي مثلا؟ ايه علاقه البرنامج التدريبي انك عندك الات عطلانه وما بتصلحهاش؟ ايه علاقه البرنامج التدريبي ان عندك عجز اصلا في العماله؟ ايه علاقه البرنامج التدريبي في انك ما بتعملش التسويق الكافي وما عندكش اصلا فريق تسويق بتعتمد الناس تيجي تشتري من عندك؟ فلازم نميز بين حتتين مهمين جدا. طيب ابدا اخد الجزء اللي يخصني وهي المشاكل اللي هتعالج بالايه بالتدريب، ابدا اترجمها الى احتياجات تدريبيه. الاحتياجات التدريبيه ديت كما ونوعا، كما المطلوب عدد المطلوب الافراد المطلوب تدريبهم وعدد البرامج التدريبيه، ونوعا نوع المهارات والمعارف والاحتياجات اللي انت عايز تدربهم عليها. هتدربهم على ايه وامتى وفين وازاي وكم واحد وكم برنامج تدريبي؟ كل الحاجات ديت هتبدا تترجم. بعد كده عايز اعرف ايه اهميه التدريبيه. طب انا محتاج اعمل الخطوه ديت ليه؟ عشان زي ما قلت لك ان تقدير الاحتياجات التدريبيه هي اساس برنامج الايه التدريب او الاساس البرنامج التدريبي. لازم اشوف انا عايز عندي مشكله في ايه وابدا اصمم البرنامج اللي يناسب احتياجات تدريبيه، واصمم المحتوى طبقا للاهداف اللي انا حطيتها. فتحديد الاحتياجات التدريبيه يعد مؤشرا يوجه التدريب توجيها صحيحا في تلك العمليه الايه الفرعيه. خلاص. طيب هل كل ده هو ده فقط الهدف من تقدير الاحتياجات التدريبيه؟ لا، ده الهدف من تقدير الاحتياجات التدريبيه كل شيء. هضرب مين زي ما قلت، ايه الاداء اللي انا عايز احسنه، نوعيه الناس المطلوب يتدربوا، ايه النتائج المتوقع اللي احصل عليها. وفي غياب كل الكلام ده كله تعتبر بتضيع وقتك وجهدك ومالك، لانك بتصمم برامج تدريبيه خاطئه او بدون ما يكون لها هدف واضح، او ما تكون بتعالج بدون ما تكون بتعالج مشاكل محدده سلفا. النقطه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، احنا قلنا في خطوات تحديد الاحتياجات التدريبيه، اول حاجه بجمع البيانات والمعلومات. بجمع البيانات والمعلومات عن ايه؟ عن كل شيء، عن الاداء الحالي والمستقبل. هجمع ازاي؟ ممكن بالاستبيان او باستطلاع الاراء، انك تعمل استبيان للناس وتسالهم مشاكلهم في ايه، او هم عايزين يوصلوا لايه، او تسال المديرين، او تعمل مقابلات شخصيه مع المتدربين نفسهم، لان هم ممكن يقول لك احنا نفسنا نعمل كذا بس مش عارفين، نفسنا نتعامل مع التكنولوجيا دي ومش عارفين، عايزين نطور من نفسنا مفيش فرصه، عايزين ناخد نتعلم مثلا ناخد دراسات عليا مفيش فرصه، عايزين ناخد برنامج تدريب عن كذا. ممكن يكون عندهم خبرات هم عايزين ايه يسقلوها، حاجات معينه تدريبيه هم عايزين يسقلوها، او المناقشات الفرديه مع المشاركين. ودي هتطلع لك حاجه ثانيه مهمه جدا، وهي ايه؟ الناس اللي متحفزين او عندهم رغبه في التطور او التعلم الذاتي او في التدريب. لان زي ما قلنا قبل كده ان من ضمن الاشياء التي تحقق فعاليه التدريب انك تختار الناس الراغبين في الايه في التدريب. اجراء تقييم المتدربين من خلال اختبارات مثلا، انك تختبر الناس، او المقابلات الشخصيه مع المديرين، ممكن مقابلات شخصيه مع المتدربين او مع المديرين. خلاص، ده كله هيديك معلومات عن مستوى التدريب الحالي والمستهدف. ومن ضمن الطرق المستخدمه والاكثر فعاليه هي ملاحظه المشاركين اثناء الايه العمل، لان الملاحظه اذا كانت ملاحظه بصوره صحيحه او بصوره دقيقه هتديك تقييم فعلي لاداء العاملين، وتبدا توضح المشاكل. بس طبعا الملاحظه لها شروطها، ولابد ان هم يشعر هؤلاء الافراد انهم ليسوا تحت الملاحظه، والا هيكون لها اثر كبير على ادائهم، مش هتعرف تقيس الاداء الحقيقي للعاملين. طيب دي كلها من ضمن الطرق جمع المعلومات اللازمه لتحديد الاحتياجات التدريبيه. طيب التدريب ده بيتم على مستوى ايه؟ الفرد ولا المنظمه؟ الحقيقه بيتم على مستوى الثلاثه، الفرد والجماعه والمنظمه. تاني كده بيتم على مستوى الافراد والجماعات والمؤسسات. طيب على مستوى الافراد، خلي بالك الفرد هو اساس البرنامج التدريبي، انت في النهايه بتدرب ايه؟ افراد. خلاص؟ فالمستوى على مستوى الفرد ده كل موظف له حاجات فريدة، كل موظف له ما يميزه، كل موظف له احتياجات تدريبية، وبالتالي له خلفيته العلمية وخلفيته الثقافية وله خبراته الشخصية، وبالتالي قد يكون احتياجات التدريبية مركزة على الأفراد،
وبالتالي يجعل البرنامج التدريبي يدبي احتياجات هؤلاء الايه الافراد. طيب مستوى الجامعات او مستوى الوظيفه، لا ده البرنامج التدريبي هيكون هدفه تدريب مجموعه او رفع كفاءه مستوى اداره البشريه الموارد البشريه مثلا، او رفع كفاءه الايه التسويق، برنامج التسويق. طب انت تقول لي ايه، طب ما هو ايه الفرق بين الاثنين، ما هو دول هضرب هنا الافراد الشغالين في كذا وهضرب هنا الافراد. اقول لك لا، التركيز على مستوى الافراد ده الهدف من البرنامج التدريبي، ان انا ارفع كفاءه الاستاذ فلان في كذا، او اخليه يتعامل مع الاله الفلانيه، او اخليه يقدر يشغل البرنامج الفلاني. فانا بنمي قدرات فرد معين او مهارات فرد معين عشان يخدم هدف محدد. اما جماعه وظيفه، انا شايف اداء الانتاج عندي منخفض، قسم التسويق اداء منخفض، فانا بجيب كل الناس اللي شغاله في قسم التسويق بديهم برامج في قسم التسويق. عند العملاء بيشتكوا من تعامل الفرونت لاين او الموظفين الخط الاساسي مثلا في فندق ولا حاجه، معظم العملاء بيشتكوا من تعامل الفرونت لاين. فانا كده عندي مشكله مع كل، بيشتكوا من كل، اذا انا عندي فيه حاجه مش مظبوطه. فانا باخد الناس كلها اللي بتتعامل مع العملاء بصوره مباشره الفرونت لاين، وابدا ادربهم على مهارات الايه التعامل، او مهارات التواصل مع الاخرين، او بعض المهارات الانسانيه. فانا عندي ايه، بدرب وظيفه او جماعه بتعمل في وظيفه معينه. النوع الثالث من التدريب هو التدريب على مستوى المؤسسه. برضو ما المؤسسه عباره عن مجموعه من الايه من الافراد، ولكن انا في ثقافه خاطئه في المنظمه انا عايز اعالجها. في نوع من انواع الايه، مفيش نوع من انواع المواطنه التنظيميه، محتاج الناس يكون عندهم ولاء شويه للمنظمه، محتاج اعمل تمكين للعاملين، اخلي اديهم فرصه ان هم يشاركوا في اتخاذ القرارات، وانهم يشاركوا في تخطيط المنشاه والكلام ده. طب انا محتاج ارفع من كفاءه الايه المنظمه ككل. طب انت هتدرب افراد، تمام، بس هدف التدريب هو ايه، هدف عام بالنسبه للمؤسسه ككل. وبالتالي يعني انا كان بحث الماجستير بتاعي عن اثر ثقافه المنظمه على القرار الاخلاقي، يعني اللي بياخد قرار اخلاقي ده او بياخد قرار غير اخلاقي، بياخد قرار غير اخلاقي، هو اصلا جاي من بيئه مش كويسه، عشان ذلك هو عشان كده هو سلوكه غير منضبط، وبالتالي بياخد رشوه او ماشي بالمحسوبيه، او بياخد بيسرق حاجه من العمل، او بياخدها او بيبدي مصلحته الشخصيه على مصلحه العمل، وهكذا كل القرارات غير الاخلاقيه ديت. ولا هو اصلا حد كويس ومتربي كويس وجاي من بيئه كويسه، بس لقى المكان اللي هو بيشتغل فيه كلهم كده فبقى زيهم. هل ثقافه المنظمه هي اللي اثرت عليه، ولا هو خلفيته اللي كده والمنظمه كويسه والناس كويسين، بس عشان هو خلفيته مش كويسه او ثقافته او البيئه اللي جايه منها مش كويسه فهو ده سلوكه. فده كان مهم جدا، ده مثال للتدريب على مستوى الايه المنظمه. لما تغير ثقافه المنظمه كلها، او بتاثر على حاجه معينه في المنظمه، قيم العاملين او علاقاتهم الانسانيه او طريقه الاتصالات داخل المنشاه، او طريقه اتخاذ القرارات في المنشاه، يعني تغير الدنيا، عايزها تتحول من البيروقراطيه الشديده الى قدر من الديمقراطيه، او عايز تخلي فيه نوع من انواع تمكين العاملين، يبقى في كل الحالات ديت انت بتحاول تغير حاجه على مستوى الايه المؤسسه. تقول لي ما انت هتركز على الافراد، تمام، انا هاخد افراد، بس هاخد افراد من جميع فئات الايه المؤسسه. اذا انا عندي ثلاث مستويات الاحتياجات التدريبيه، على مستوى الفرد، على مستوى الجماعه او الوظيفه، وعلى مستوى المؤسسه، وفي النهايه انا بدرب ايه لتحقيق هذه الايه الاهداف. النقطه المهمه بعد كده وهي منطقه الراحه. يعني ايه منطقه الراحه؟ منطقه الراحه ديت هي يعني حاله افتراضيه، وعلى فكره كلنا بنمر بيها، مش شرط العاملين داخل المنظمه، ده كلنا ممكن نمر بيها. ايه هي منطقه الراحه؟ دي مرحله او منطقه بيشعر فيها العامل بحاله من الطمانينه، بحاله من الامان، بحاله من الراحه السلوكيه. خلي بالك مصطنعه، يعني مصطنعه هو بيخلقها لنفسه، هو انا مرتاح كده، فبيوصل لمرحله ان هو مش عايز يتطور، مش عايز يتعلم حاجه جديده، مش عايز يتعامل مع حد جديد، بيوصل لمرحله عقله يمارس من خلالها الشخص انشطته المعتاده على ممارستها بلا توتر او خطر، بسبب اعتياد القيام بها ضمن اطار روتيني محدد لتقييم مستوى ثابت من الانجاز. وبالتالي هو بيتكيف معاها وبيقول لك هتعلم حاجه جديده واخش في مرحله جديده، فانا اكيد هتسبب لي مشاكل، فانا كده مرتاح، انا خلاص انا مش عايز اخد حاجه، انا حلو كده، مش عايز اتطور، مش عايز اتعلم حاجه جديده. فبيوصل للانسان وبيوصل لمرحله من مراحل الايه الخمول، لانه هي بتبقى حاله نفسيه بيعيشها، بيحس فيها بالسعاده، بطمانينه،
راضي عن نفسه، راضي عن معلوماته، راضي عن مهاراته، مش عايز يتعلم اي حاجه جديده. وبالتالي هنا المعادله هتبقى بسيطه جدا، تحديات اقل مهارات اقل، تمام؟ وفي المقابل تحديات اكتر مهارات ايه اكتر. هو مش عايز تحديات، انا اتعلمت الحاجه، انا كده كويس قوي، بشتغل كده لحد الساعه 2 ومش عايز اعمل حاجه جديده، مش عايز، لا عايز اخد منصب جديد ولا عايز اعمل حاجه جديده في حياتي. وبالتالي بيوصل لمرحله خلاص انا كده مرتاح. طب بس ده عكس العكس، يعني عكس سمه الانسان. التطور هي سمه الانسان الناجح، والمنظمات تحتاج الى ايه؟ التطور. ده عكس اللي المنظمه عايزاه، خلي بالك. والناتشرال او الـ او الـ او الـ او طبيعه الانسان نفسه بيخلد الى الخمول والراحه. الانسان نفسه بيبقى ايه؟ عايز يرتاح، بيبقى محتاج من وقت للتاني دفع عشان يطلع من المنطقه الكومفورت زون دي، يطلع للايه؟ للليرنينج زون. خلاص؟ يطلع للليرنينج زون عشان يتعلم ايه؟ حاجه جديده، يتعلم مهاره جديده، يتعلم خبره جديده. وده المنظمه لازم تدرك ان الافراد بيكونوا غالبا في مرحله الايه؟ او في الكومفورت زون دي، معظم الافراد بيكونوا في المرحله دي، محتاجه تحفزهم عشان تطلعهم للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الايه؟ الليرنينج زون. طيب يبقى كده عندي منطقه الراحه، وبعدين الليرنينج منطقه التعلم، وبعدين منطقه الايه؟ القلق او التوتر. طب ايه العلاقه بين الثلاثه؟ أو احنا محتاجين نفهم ايه؟ انا محتاج ادرك طبيعه الانسان، انا كمنظمه او كمدير او كمسؤول عن التدريب محتاج ادرك طبيعه الانسان. هو في معظم الاحوال بيميل لمنطقه الراحه، هو كده تمام، فمحتاج تحفزه شويه عشان تطلعه لمرحله الايه؟ الليرنينج زون. لما يتعلم حاجه جديده يبدا يشعر بالايه؟ بالقلق، ده انا ما كنتش اعرف حاجه، ده في حاجات كتير قوي غايبه عني. خلاص؟ يبدا ايه؟ يتعلم، يبدا يخش مرحله القلق والتوتر، فيتعلم شويه وبعدين ايه؟ يوصل لمرحله الاشباع والرضا، خلاص انا كده حلو قوي، وصلت لمرحله كويسه، محتاج تاني تزقه تاني، تطلعه من المرحله ديت، تطلعه لمرحله الايه؟ الليرنينج، التعلم، عشان يكتشف او يبدا يقلق ويعرف ان هو هيضيع، ان هو مستواه بيقل، الناس بتتطور وهو قاعد، ان في حاجات كتير ما يعرفهاش، فيبدا يتعلم شويه حاجات تانيه جديده ويرجع لمنطقه الايه؟ الراحه. فهو الانسان او بطبيعتها بيبدا يمر ما بين الايه؟ الثلاث مراحل. ولكن اللي محتاج يفهمه ان الانسان يميل الى البقاء والمكوث في منطقه الايه؟ الراحه بدون تقدم للامام. فانت محتاج من الوقت للتاني تحفزه. تحفزه ازاي؟ سواء ماديا او معنويا، سواء حوافز ماديه او معنويه، بحيث انك انت تطلعهم من منطقه الكومفورت زون، تدخلهم في منطقه الايه؟ الليرنينج، واوتوماتيك هو هيتعلم ايه؟ هيخش في مرحله القلق، فيبدا يتعلم اكتر، ويرجع بعد ما يوصل لليفل معين من التعليم او من المهارات يرجع لمنطقه الايه؟ الراحه مره ثانيه. اكتفي بهذا القدر، واكمل معكم ان شاء الله المحاضره القادمه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.